بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الكرام أجمعين. مرحبا وأهلا وسهلا بكم طلابنا الأعزاء، طلاب الصف الثامن، إلى درس جديد من منهاجكم في الفصل الثاني ضمن سلسلة الأخلاق، والتي تحدثنا فيها قبل درسين عن الإصلاح بين المتخاصمين، ثم فضيلة إلقاء التحية ورد السلام. واليوم عندنا موضوع مهم جدا قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام: شطر الإيمان، يعني نصف الإيمان، ولا يمكن للحياة إلا أن يتحمل فيها الإنسان كثيرا من المشاق، لذلك يضطر كثيرا إلى هذا الخلق. هل عرفتم هذا الخلق؟ إنه خلق الصبر. لا يمكن في هذه الحياة للإنسان إلا أن يصبر. هناك أنواع ثلاثة للصبر سنأتي على ذكرها. لذلك نقول إن الإسلام رغب بالأخلاق الطيبة، وجعل حسن الخلق من أعلى الصفات التي ترتقي بالإنسان عند ربه سبحانه وتعالى، فربط الأخلاق بالإيمان، يعني الأخلاق لها علاقة وثيقة بالإيمان. إذا كان الإنسان يريد أن يكون مؤمنا بنسب عالية، عليه أن يحسن من أخلاقه وأن لا يكون مسلما فقط، لأن هناك مرتبة بين الإسلام وبين الإيمان. قال: وجعل الإيمان أساسا للخلق الطيب. إذا كان هناك عقيدة صادقة، فإن الأخلاق الطيبة تظهر على هذا الإنسان، وجعل بينهما تلازما وارتباطا وثيقا. فالأخلاق الطيبة وليدة الإيمان الحق الصحيح، لذلك قال صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. كلما زاد حسن خلق الإنسان زاد إيمانه. ولكن قال: بين الإسلام علو صاحب الخلق القويم ورفعته عند البشر، فقال صلى الله عليه وسلم: إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. ولكن أهم هذه الأخلاق، أو من أهم هذه الأخلاق، هو الصبر. لماذا قال لك عدد خمسة من الأخلاق الحسنة ووضع لك عنوان الصبر؟ لكي تقول: هناك كثير من الأخلاق كالصدق والأمانة والإصلاح بين الناس والعفو وغير ذلك من هذه الأمور، ثم تقول: هناك خلق الصبر. لذلك عندما قال: ما العلاقة بين الإيمان والإسلام؟ ذكره قبل قليل، هو علاقة وثيقة، لا يمكن للإنسان أن يكون مؤمن إلا إذا كان حسن الخلق. هناك بعض الناس أخلاقهم سيئة، أو هناك من أصدقائكم من له بعض الأخلاق السيئة، ماذا يمكن أن نقترح من حلول لكي يعني يكف هذا الصديق عن هذه الأخلاق السيئة؟ ربما يقول لي بعضكم: هناك الإصلاح، وهناك التذكير، وهناك حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي ذكرناه قبل قليل: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وأن صاحب الأخلاق الحسنة هو رفيق النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة. وهناك شيء مهم، وهو درسنا أن نقول له: هناك فضيلة اسمها فضيلة الصبر. ما هو الصبر؟ قال: هو خلق فاضل يعود النفس على حسن، ليس الاحتمال، هذا خطأ في الكتاب، على حسن التحمل، أن يتحمل الإنسان بعض المشاق وبعض الضغوطات وبعض الإساءات والمصائب أيضا، وترك الشكوى وضبط النفس. لماذا قال ضرورة الصبر؟ لأن الحياة والصبر شيئان متلازمان، لا ينتهي الصبر إلا عندما تنتهي الحياة. الصبر رفيق، ولكن له أجر كبير. قبل أن نقرأ ما هو الصبر، نذكر بأن له أجرا كبيرا. قال: الصبر رفيق الإنسان في هذه الحياة، فالإنسان يحتاج إليه في كل أحواله، يعني لا يقول: أنا أصبر كثيرا، أنا مللت من الصبر. لا، هل الإنسان يمل من الهواء، يمل من الغذاء، يمل من الماء؟ لا، والصبر دائما مع الإنسان. والصبر له فوائد كثيرة أيضا سنأتي على ذكرها، لذلك لا يمل الإنسان منه، لأنه مفيد له في الدنيا وفي الآخرة. فقال: يحتاج الإنسان إلى الصبر في قيامه بحق الله
سبحانه وتعالى. فالصابر يكره نفسه على فعل الطاعة من صلاة وصيام وزكاة وغيرها. الإنسان بداية حياته قبل أن يكون قوي الإيمان يكره نفسه، ولكن عندما يصبح قوي الإيمان فإنه يشعر بمتعة، يشعر بلذة عندما يصلي، عندما يصوم، عندما يزكي، يشعر بأنه يفعل شيئا يحبه الله سبحانه وتعالى، فيعني يحب أن يزيد من هذه الطاعات. ولكن ظروف بعض الطاعات تحتاج إلى صبر، يعني قيام الليل يحتاج إلى صبر. صبر على ماذا؟ صبر على ترك النوم، صبر على الوضوء. يعني هناك من يقوم في الليل فيتوضأ مثلا بماء ربما يكون باردا، هذا صبر. عندما يقف أيضا لقيام الليل يطيل القراءة ويطيل السجود، هناك صبر على أداء هذه الطاعة مع المتعة واللذة بذكر الله سبحانه وتعالى. الشيء الثاني قال: يحتاج الإنسان إلى الصبر حين يلزم نفسه الوقوف عند حدود الله، فيمنعها من فعل ما تشتهيه من المحرمات. عندما يريد الإنسان أن يفعل الحلال أو الحرام، وهو أيضا هذا الشيء ملازم للبحث عن الحلال والابتعاد عن الحرام، هذا أيضا يجعل الإنسان يتخلق بخلق الصبر. لا يمكن للإنسان إذا أراد أن يبحث عن الحلال أو أن يقف عند حدود الله، ماذا يعني عند حدود الله؟ يعني أن لا يظلم الآخرين، أن لا يتعدى على الآخرين، أن يكون صادقا مع الآخرين، أن يشهد شهادة الحق ولا يشهد شهادة الزور، إلى آخره من هذه الفضائل. قال: هذه تحتاج في كثير من المواقف إلى الصبر. قال: وإذا أراد أن يمنعها ما تشتهيه من المحرمات، والمحرمات كثيرة أيضا هذا يحتاج إلى قوة وهمة ونية وعزيمة، إرادة وصبر على الابتعاد عن هذه المحرمات. ومن هذه المحرمات هو أكل الحرام من الرزق، هذا أيضا يحتاج إلى صبر ومصابرة. لذلك قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا، يعني ليس فقط اصبروا، إنما عودوا أنفسكم على التخلق بهذا الخلق الكريم، وهو مداومة الإنسان على الصبر. قال: ويحتاج إليه عندما يكره نفسه لتكظم غيظها عند الغضب، فلا يستجيب لداعي الغضب إن تعرض لإساءة. الإنسان عندما يسيء إليه أحد يحتاج إلى الصبر، لماذا؟ لأن الصبر هو الأداة المهمة لكي تجعل الإنسان يلتزم الخلق القويم، فلا يقابل الإساءة بالإساءة، إنما يقابل الإساءة بالإحسان. قال: ويحتاج إليه وهو يستقبل قضاء الله ليرضى على ما يصيبه من بلاء ونكبات تأتي بها الأيام، وتحمل النفس الآلام والأسقام في البدن والأهل والأحباب والأموال. هذا النوع هو أشهر أنواع الصبر عند الناس، عندما يصيب الإنسان مرضا أو بلاء أو نكبة. وكثير منا تعرض لنكبات وأزمات في هذه الحياة، ولكن الله سبحانه وتعالى قال: وبشر الصابرين. من هم؟ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا يبشره الله سبحانه وتعالى بالأجر، بالجنة، بالثواب، لأهمية هذا الأمر في حياة الإنسان. إذا لا يمكن للإنسان إلا أن يكون صبورا في هذه الحياة، وإلا فإنه سيتعب وسيخطئ في حياته كثيرا. يعني إذا أراد الإنسان أن يرضى فعليه بالصبر، إذا أراد أن يتحمل الأمراض والأسقام فعليه بالصبر. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. يعني إذا كان هناك يعني شيء مفرح في حياته، بعضهم أخبره ببشرى بشيء مفرح، قال: شكر الله سبحانه وتعالى فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. المسلم يكون صبورا في حياته وشكورا عند النعمة. الآن سيتحدثون عن أنواع الصبر. هناك ثلاثة أنواع للصبر: الصبر على فعل الطاعة،
الصبر على ترك المعصية والصبر على المصائب، هذه التي شرحناها قبل قليل، ولكن الآن صنفوها في 3 أنواع ليسهل حفظها علينا. هناك صبر على فعل الطاعة، وصبر على ترك المعصية، وصبر على المصائب. يعني لا تظن هناك نوع واحد، لا، إنما هي أنواع 3. ما الذي يجعلنا نستدل أن الصبر فرض وواجب علينا؟ يقول الله سبحانه وتعالى الآية التي ذكرناها لكم قبل قليل: أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. إذا الإنسان عود نفسه على الصبر فهذا يدل على أنه من المتقين. واتقوا الله لعلكم تفلحون. ويقول الله سبحانه وتعالى في سورة هود: واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. من الإحسان، من مرتبة الإحسان، أن يكون الإنسان صبورا. والصبور هو الذي يكثر من الصبر. ما الفرق بين الصابر والصبور؟ الصبور هو الذي يكثر من الصبر في حياته. ما هو جزاء الصابرين؟ الآن إذا كان الإنسان صابرا أو يكثر من الصبر فهو صبور في حياته، ما هو الجزاء وما هي المكافأة؟ قال: أولا، وعد الله سبحانه وتعالى الصابرين بالأجر العظيم يوم القيامة من غير حساب. قال سبحانه وتعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ما أجمل هذا الكلام، ما أعظم هذه المكافأة. إذا صبر الإنسان في حياته فإن أجره يوم القيامة سيكون، يعني لا يعلمه أحد، هذا الأجر لا يعلمه أحد لعظمه، بدون أن يستطيع أن يحسبه هذا الإنسان. يعني ثواب عظيم، ثواب عظيم لهذا الصابر. الصابر له أجر لا يعلمه إلا الله، والصائم أيضا له أجر لا يعلمه إلا الله، لأن الله سبحانه وتعالى قال في الحديث القدسي: إلا الصوم فإنه لي وأنا الذي أجزي به، والذي يعفو عن الناس أيضا فإن له أجرا لا يعلمه إلا الله. يقول سبحانه وتعالى: فمن عفا وأصلح فقد وقع أجره على الله. نعم. الثاني قال: طلب الله تعالى من رسوله صلى الله عليه وسلم أن يبشر الصابرين بالخير العظيم. قال: وبشر الصابرين بماذا؟ بأجر لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، ومن كثرته لا يمكن له أن يحسبه أو أن يعده. 3، أخبر الله سبحانه وتعالى أنه مع الصابرين بحفظه وتأييده ونصره. قال سبحانه وتعالى: واصبروا إن الله مع الصابرين. إذن مهما حل بالإنسان من أزمات وأمراض وابتلاءات عليه أن يفرح. لماذا؟ لأن هذا الابتلاء إما أن يكون تكفيرا للسيئات، أو أن يكون رفعا للدرجات وقربا من الله سبحانه وتعالى. إن الله مع الصابرين. بعد أن تعلمنا طلابي الأعزاء هذا الدرس، هناك أنشطة. النشاط الأول نجري حله هنا، والنشاط الثاني يكون مع الوظيفة إن شاء الله. قال: هناك عند كل فقرة من هذه الفقرات أو جملة هناك خيارات سنختار الأصح منها. قال: الصبر ضرورة لماذا؟ لترك المحرمات، أم لكظم الغيظ عند الغضب، أم الثبات أمام المصائب، أم كل ما سبق صحيح؟ أحسنتم، كل ما سبق صحيح. يعني الصبر ضرورة للمحرمات ولكظم الغيظ وللثبات أمام المصائب. الجملة الثانية: من ثواب الصابرين لهم أجر جزيل من غير حساب، أم مبشرون بالخير العظيم في الدنيا، أم يحفظهم الله ويرعاهم، أم كل ما سبق صحيح؟ الجواب: لهم أجر جزيل من غير حساب. هذه كلها صحيحة، ولكن هم ماذا يريدون؟ يريدون الأكثر صحة. الأكثر صحة: لهم أجر جزيل من غير حساب. الجملة الثالثة: نحتاج إلى الصبر في قتال الأعداء، بناء الأوطان، إتقان الأعمال، أم كل ما سبق صحيح؟ الجواب: الأصح، يعني الإنسان عندما يكون في المعركة
يحتاج إلى الصبر في مكان أكثر من بقية الأمكنة. الآن عندنا السؤال الثاني، هذا يكون وظيفة مع التقويم، ستكتبون الوظيفة إن شاء الله على الدفتر وترسلونها إلى المعلم أو المعلمة في الوقت المتفق عليه، وبعد ذلك يكون هناك تصحيح لهذا الواجب، هذا واجبكم للأسبوع القادم. ولكن قبل أن أودعكم هناك مقطعان أريد منكما أن تنتبها إليه، هذا المقطع يعلمنا يحكى أنه كان هناك فضيلة طبيب الصبر. جراح شهير. يحكى أنه كان هناك طبيب جراح شهير يدعى دكتور هشام. خرج على عجل إلى المطار للمشاركة في المؤتمر العلمي الدولي الذي سيلقى فيه تكريما على إنجازاته الكبيرة في مجال الطب. وفجأة وبعد ساعة من الطيران أعلن أن الطائرة أصابها عطل كبير بسبب صاعقة وستهبط اضطراريا في أقرب مطار. توجه الطبيب إلى استعلامات المطار مخاطبا: أنا طبيب عالمي، كل دقيقة عندي تساوي أرواح أناس، وأنتم تريدون أن أبقى 16 ساعة بانتظار طائرة؟ أجابه الموظف: إذا كنت يا سيدي على عجلة يمكنك استئجار سيارة، فرحلتك لا تبعد عن هنا سوى 3 ساعات بالسيارة. رضي دكتور هشام على مضض وأخذ السيارة وظل يسير. وفجأة تغير الجو وبدأ المطر يهطل مدرارا، وأصبح من العسير أن يرى أي شيء أمامه، وظل يسير. وبعد ساعتين أيقن أنه قد ضل طريقه وأحس بالتعب. رأى أمامه بيتا صغيرا فتوقف عنده وطرق الباب، فسمع صوت امرأة كبيرة تقول: تفضل بالدخول كائنا من كنت، فالباب مفتوح. دخل وطلب من العجوز المقعدة أن يستعمل هاتفها. ضحكت العجوز وقالت: أي هاتف يا ولدي؟ ألا ترى أين أنت؟ هنا لا كهرباء ولا هواتف، ولكن تفضل واسترح وخذ لنفسك كوبا من الشاي الساخن، وهناك بعض الطعام، كل حتى تسترد قوتك. شكر دكتور هشام المرأة وأخذ يأكل، بينما كانت العجوز تصلي وتدعو، وانتبه فجأة إلى طفل صغير نائم بلا حراك على سرير قرب العجوز وهي تهزه بين كل صلاة وصلاة. استمرت العجوز في الصلاة والدعاء طويلة، فتوجه إليها قائلا: والله لقد أخجلني كرمك ونبل أخلاقك، وعسى الله أن يستجيب لك دعواتك يا ولدي، أما أنت فابن سبيل أوصى بك الله، وأما دعواتي فقد أجابها الله سبحانه وتعالى كلها إلا واحدة. فقال دكتور هشام: وما هي تلك الدعوة؟ قالت: هذا الطفل الذي تراه حفيدي، يتيم الأبوين، أصابه مرض عضال عجز عنه كل الأطباء عندنا، وقيل لي إن جراحا كبيرا قادر على علاجه يقال له دكتور هشام، ولكنه يعيش بعيدا عن هنا، ولا طاقة لي بأخذ هذا الطفل إلى هناك، وأخشى أن يشقى هذا المسكين، فدعوت الله أن يسهل أمري. بكى الطبيب وقال: والله إن دعاءك قد عطل الطائرات وضرب الصواعق وأمطر السماء كي يسوقني إليك سوقا، والله ما أيقنت أن الله عز وجل يسوق الأسباب هكذا لعباده المؤمنين بالدعاء إلا بعدما رأيت بعيني. حينما تنقطع الأسباب
لا يبقى إلا اللجوء إلى خالق الأرض والسماء. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان. هذه القصة التي مرت معنا، ثواب الصبر الأم على محنة ولدها جعلها مستجابة الدعوة عند الله سبحانه وتعالى. نحن أيضا عندما نصبر الصبر حل مثل سيكون هناك إن شاء الله فائدة كبيرة لنا في حياتنا وآخرتنا. سنستمع إلى هذا المقطع الثاني ثم نودعكم إن شاء الله. الصبر حل مثالي لعلاج المشاكل وتحمل الأزمات، وكلما زادت المحن زاد أجر الصابرين وتضاعف، لقوله تعالى: إني جزيتهم بما صبروا أنهم هم الفائزون. فها هو أيوب عليه السلام يكرمه الله بأموال وقوة وبنين، فمات البنون ومحقت الأموال وذهبت قوته، فصبر واحتسب فعوضه الله بذلك أجر. وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. نرجو أن تكونوا إن شاء الله قد استفدتم واستمتعتم، وشكرا لإصغائكم وانتباهكم، ونلقاكم وأنتم في دوام وأشد دوام الصحة والعافية وفي أشد الأوقات استفادة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.